تسهيل وصول. نحن حتى نحن كمواطنين توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية إلا وتجيب الميداليات الذهبية. السؤال يطرح: قانون حماية المعاق 0209، تعلمون بأن هذا القانون 0209 قد سن في سنة 2002 8 ماي 2002، ولكن لم يستفد منه كثيرا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا القانون الآن هو حيز التعديل، وبالتالي نحن نطالب من أجل إشراكنا في هذا المشروع قبل الإفراج عنه من أجل إعطاء اقتراحاتنا، ونحن أجدر بذلك. وأعتقد أن الدولة الجزائرية من خلال التشريعات التي كنا نستمع للزميل الكريم وهو يتلو علينا بعض التشريعات والتنظيمات، قد أولت اهتمام، أولت رعاية كبيرة جدا. وأعتقد أن الرعاية الصحية متكفل بها، وكذلك بالنسبة للتعليم لا أعتقد أن هذه الفئة مهمشة، أو يعني كل الإحصائيات تقريبا تقول أن هذه الفئة متكفل بها في جانب التعليم، بدليل النماذج الناجحة في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، وأيضا في كثير من المؤسسات الاقتصادية.